الملك ملكنا. اولا بغيت نشكر وسائل الاعلام اللي حضرت هذه الوقفه، كتنظمها الرابطه المغربيه للمواطنه وحقوق الانسان بتنسيق مع عده اصدقاء وصديقات وجمعيات حقوقيه اللي حاضره هنايا، اللي ما يزيد تقريبا على 20 جمعيه اللي غادي تكون حاضره برؤسائها وممثليها. كتجي اولا على اثر الاحداث اللي عرفتها المنطقه الحدوديه ديال السعيديه مع الجزائر، واللي تمثلت في القتل العمد من طرف العسكر الجزائري اللي استهدف جوج ديال المدنيين من المواطنين مغاربه احدهما جنسيه فرنسيه. بطبيعه الحال هاد الشابين هادو كانوا كيتساراو كما سمعتي وكما تناولت وسائل الاعلام على واحد الدراجه مائيه جيتسكي، تاهو في الطريق فاذا بالسلطات العسكريه كتطلق عليهم النار وكترديهم قتيل احدهما والاخر في حاله خطيره جدا، وواحد في حاله اعتقال كتنظر فيه الان النيابه العامه لدى القضاء الجزائري. احنا كنعتبروا هذا الفعل فيه مس اولا بالانسانيه، كنعتبروه تهديد للسلم العالمي، كنعتبروه فيه خرق لاتفاقيه جنيف الاربع، وكنقولوا بانه هادو مدنيين ما كان للسلطات الجزائريه ان تصل الى حد قتلهم، لان في التقاليد والاعراف حتى في الحروب اولا لما كان الانسان كيرفع غير رايه بيضاء كيوقفوا الرمي بالرصاص، فما بالكم بشخصين عزال في المياه الاقليميه وفي البحر وتاهوا وهما طلبوا الاستغاثه، فاذا بهم لما تشاوروا الناس اللي قتلوا عليهم النار طلقوا عليهم الرصاص ببرودة الدم وبدون مراعاة لا لحسن الجوار ولا مراعاة للقيم الإنسانية ولا مراعاة لأي يعني درة من الدرات اللي كتكون في أي إنسان ديال الجار مع جاره. هاد العملية هذه يعني جعلتنا كحقوقيين أولا نديروا هاد الوقفة باش نقولوا للمنتظم الدولي بأن ما تعرض له هاد المواطنين هي جريمة وبأن فيها خرق لقواعد جنيف، وبأننا احنا كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمعية التحالف الحقوقي اللي احنا معاه غادي نسلكوا مساطير على المستوى الدولي والآليات الأممية لمقاضاة هؤلاء، مع العلم أن ذوي الحقوق كلفوا محامين وقاموا الآن بتقديم شكاوى لدى النيابة العامة في فرنسا على اعتبار أن أحدهم كيحمل الجنسية الفرنسية. كذلك احنا كرابطة كنددوا بالصمت الرهيب للحكومة المغربية، ما فهمناش هذه الحكومة والخروج ديال الناطق الرسمي يعني بهذاك الشكل الخجول والغير المفهوم على الإطلاق، بحيث أن الرأي العام الوطني كمغاربة وكمغاربة من حقنا ماشي غير كحقوقيين، أولا كأمة من حقنا ومن الواجب على الحكومة تقول لنا شنو دارت مع الجارة ديالها اللي في الجزائر، شنو دارت مع الآليات الأممية اللي مختصة بهذه المسائل. اكتفوا بأنه كاين واحد البحث قضائي، مع العلم أن النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف في وجدة أصدرت بلاغ في الموضوع اللي كنتمناو يطلعوا عليه الرأي العام. هادو وليداتنا، هادو إخوان ديالنا، لا يعقل أننا نسمحوا بهذا الشيء يتقال. ومرة أخرى كنبغيو نأكدوا كرابطة مغربية لحقوق الإنسان وكمجتمع مدني وكهيئات حقوقية وباسمها جميعا على أن الروابط المشتركة بين الشعب المغربي والشعب الجزائري ما غاداش تدوب، وما غاداش هذا الشيء اللي يوقع يهز درة من الروابط العميقة اللي كتربط بيناتنا، والمستقبل المشترك المتمثل باش يكون السلم وعدم الاعتداء على اي منا. وهذه كنعتبروها اخطاء ديال النظام العسكري الجزائري، كنعتبروها اخطاء ديال المسؤولين الجزائريين، ولا تمت بصله لقيم الشعب الجزائري المسالم والذي ما اكد يعني مرارا في قواه الحيه في البلاد. وكاين الان عندنا اصدقائنا حقوقيين ينددون من قلب الجزائر بما تعرض اليه هؤلاء المغاربه. هذه الوقفه الاحتجاجيه هي استجابه لنداء منظمات حقوقيه من بينها الرابطه المغربيه للمواطنه وحقوق الانسان،
حنا في العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان قلنا بانه هذه مناسبه من اجل نوقفوا مع خوتنا واخواننا وزملائنا واصدقائنا في المنظمات الحقوقيه ونأكدوا على ان النظام الجزائري العسكري هو نظام مجرم اعتدى على ارتكاب مثل هذه الجريمه اللي ارتكبها في حق شابين الله يرحمهم واستمرار لواحد المجموعه من 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 العمليات الاجراميه اللي قام بها على مدار سنوات منذ يعني عشرات السنين. هو كيستهدف مغاربه على مستوى الحدود المغربيه الجزائريه منذ عشرات السنين، هو كيستهدف محتجزين في مخيمات تندوف بالقتل ديالهم المباشر بالرصاص، الرمي ديالهم في الحفر والاحراق ديالهم. هذا النظام الجزائري متصالح مع عمليه الاعدام خارج نطاق القانون او خارج نطاق القضاء اللي كيحرمها القانون الدولي. لذلك حنا هنا واقفين باش ناكدوا للراي العام الدولي انه حان الوقت من اجل محاكمه ومتابعه مجرمي الحرب في النظام الجزائري العسكري، من اجل متابعه ومحاكمه مجرمي الحرب على مستوى الجمهورية الجزائرية، من أجل فتح ملفات إجرامية سابقة، ومن أجل استرجاع حق هاد الشباب اللي ضاع فيهم الشعب المغربي وضاعت فيهم الأسر ديالهم. كذلك لا بد من إثارة انتباه الرأي العام الدولي أن هناك شاب اليوم يقبع في 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 في, في أحد سجون الجمهورية الجزائرية دون أن يخضع لحقه في شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هل يعقل وهل يصدق أحد في العالم في أي دولة نعتبره احنا الدول كاع اللي كنعتبروها قمة الديكتاتورية، واش يمكن لهذه الدولة تعتقل شاب تشدوه في 24 ساعة تعرضوا للمحاكمة وتحكم عليه وتصدر في حقه حكم؟ هذا كيأكد على أن النظام الجزائري بهذه الجريمه النكراء كان مرتبك وحاول انه يستر على الجريمه ديالو بهذه الطريقه وكملها وجملها، بغى قالوا المغاربه بغى يكحل لها اعماها، زد كملها وجملها بداك البلاغ البليد اللي صدر بالامس النظام العسكري. انا قلت في مناسبات متعدده الناس اللي كانوا كيطالبوا الحكومه الجزائريه اللي دير بلاغ، انا كنت كنقول لهم بانه الجزائر لاول مره كانت صادقه، لأول مرة كانت صادقة مع نفسها، لأنه عوض من سمعوا مسؤولين حكوميين كيعطيو تفسيرات وتوضيحات حول الحادث، النظام الجزائري هو اللي خرج كيتكلم، لأنه كيأكد لنا من خلال البلاغ ديالو البارح بأنه هو اللي كيحكم القبضة اليوم على الشعب الجزائري، بأنه اليوم هو اللي مسؤول على كل الجرائم المرتكبة على مستوى المنطقة. تم تنظيم هذه الوقفة لإدانة إجرام واحد الجيش لا يحترم حقوق الإنسان، لا يعطي اعتبارا لقيم ديال الجوار والتسامح والتعامل الإنساني ولاتفاقية جنيف الأربع التي تؤطر العمل ديال الجيوش، قام باغتيال مواطنا مغربيا بدم بارد. هذه جريمة ضد الإنسانية، هذه جريمة معاقب عليها المواثيق اتفاقية جنيف المتعلقة بالمدنيين تجرم أي تعامل عنيف، فما بأحرى القتل والإطلاق الرصاص بالحي مما أدى إلى مقتل مغربيين. هذا يؤكد أن الجزائر تستهدف المغرب لتصدير أزمتها الداخلية بعد فشلها دوليا وبعد فشلها داخليا بعد تصاعد المد ديال المطالبة باستقلال جمهورية القبائل، قامت بإحراق منطقة بكاملها، دمرت السكان الأصليين ديال المنطقة، دولة إجرامية تمارس إجرامها على الشعب ديالها وعلى المواطنين الجزائريين، فما بأحرى الجيران. نحن نؤكد أن هذا تأتي ماشي حالة نشاز، تأتي في واحد المسلسل ديال التسليح، واحد الكيان غريب اللي هو كيان البوليزاريو، محاولات الإساءة للبلد على كل بكل الإمكانيات الممكنة، بتسليح البوليزاريو، بتمكين البوليزاريو من واحد القاعدة الدبلوماسية على المستوى الدولي. الآن هذا تصعيد خطير بقتل المدنيين، هي تحاول الزج بالمنطقة في الحرب، وعلى كل شرفاء والحقوقيين على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي التصدي لهذا المسار الخطير الذي يهدد الشعوب ديال المنطقة، يهدد الاستقرار في المنطقة.
لان واحد المجموعه ديال العسكريين هي تسيطرون على موارد مهمه من النفط ويستعملونها في الاساءه للجيران، للتسليح، للقتل، لقمع شعوبهم امام صمت واحد المجتمع الدولي، امام صمت ديال العديد بالهيئات الحقوقيه. وبالتالي فهي معركه ستكون بدايتها بالمطالبه بانصاف الارواح ديال هاد الناس اللي توفوا، والمتابعه على المستوى القانون الدولي ديال قادة الجيش الجزائري المسؤولون، والذين يؤكدوا بلاغهم ذلك بتبنيهم لهذه العملية ودفاعهم عنها. سنطالب النيابة العامة بتمكيننا من كافة المعطيات من أجل التجاء للقضاء الدولي والعديد من الدول عندها الولاية الدولية ورفع دعوة ضد القادة ديال الجيش الجزائري سواء في إسبانيا أو في غيرها من الدول اللي عندها هذا. وهي مناسبة أيضا لمطالبة الحكومة بأن تشرع قوانين في القانون الجنائي. أولا يعتبر البوليزاريو عصابة إرهابية، يجب أن ينص قانون الجنائي على ذلك وأن يصبح لنا نفوذا دوليا، بمعنى يمكن متابعة كافة من اقترف جرائم في حق الشعب المغربي وفي حق الإنسانية وفي حق حقوق الإنسان في المحاكم المغربية. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.